بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ بقى في الباب الثاني، الجدول الدوري الحديث. طبعا الجدول الدوري يا جماعة زي ما هو موجود هنا شكل 3 أو 2 1 في كتاب الوزارة. الجدول الدوري طبعا احنا خدنا عنه لمحة قبل كده في السنين السابقة، وعرفنا ان هو متقسم الى مجموعات رأسية بتضم عناصر متشابهة في الخواص ودورات أفقية، 7 دورات بتمثل ال7 مستويات الرئيسية الموجودة عندنا في أكبر الذرات المعروفة حتى الآن. وشكل الجدول طبعا اتغير كذا مرة، ولكن الجدول الدوري الحديث في صورته الحديثة بترتب فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري، بحيث ان كل عنصر يزيد على العنصر الذي يسبقه بالكترون يعرف باسم الالكترون المميز، يعني الالكترون اللي بيميز عنصر عن عنصر اخر. فمثلا عندنا مثلا البوتاسيوم عدد ذري 19 في الدورة الرابعة، الكالسيوم عدد ذري 20، يبقى اللي بيميز الكالسيوم عن البوتاسيوم الكترون واحد بس اللي يعرف باسم الالكترون المميز. الجدول الدوري الحديث قسمت ايضا او رتبت فيه العناصر طبقا للتركيب الحديث للذرة اللي هو حسب المستويات الفرعية. فجمعوا لنا كل العناصر التي تنتهي بالمستوى الفرعي S، التوزيع يعني بتاعها بينتهي بالمستوى الفرعي S، وحطوها في اقصى يسار الجدول، ودي اسمها عناصر الفئة S، وهم مجموعتين ال 1A وال 2A. ليه هم مجموعتين اثنين؟ لان المستوى الفرعي S بيتشبع بالكترونين فقط، لذلك كل العناصر اللي هي بينتهي توزيعها بالمستوى الفرعي S يبقى اقصى يسار الجدول. عناصر البي بلوك اليمنتس او حاجه اسمها الفئه بي بتقع اقصى يمين الجدول، اقصى يمين الجدول ومقسمه الى 6 مجموعات رأسية، 6 مجموعات رأسية اللي هي التالتة بي، التالتة اي والرابعة اي والخامسة اي والستة اي والسبعة اي والمجموعة الصفرية اللي هي مجموعة الغازات الخاملة، وسميت بالصفرية لان تكافؤها صفر. اما هذه العناصر فتمثل عناصر الفئة بي، يبقى اذا عناصر خاملة اللي هي اخر مجموعة في الجدول فئة بي. هذه العناصر زي ما قلنا 6 مجموعات رأسية لأن المستوى الفرعي بي يتسع ل6 إلكترونات، كما إن أرقام هذه الفئة بتاخد برضو الحرف A، يبقى عناصر الفئة S أقصى يسار الجدول، عناصر الفئة B أقصى يمين الجدول، الأرقام بتاعتها يا جماعة بتاخد الحرف A كابيتال، وتسمى هذه العناصر بالعناصر الممثلة ما عدا طبعا العناصر الخاملة اللي هي بتمثل آخر مجموعة في الجدول اللي هي المجموعة الصفرية. أما في وسط الجدول فبيوجد عناصر الفئة دي اللي هي العناصر الانتقالية الرئيسية، وهذه العناصر الانتقالية الرئيسية بتقسم أو بتنتهي بالمستوى الفرعي دي، كلها مستوى فرعي دي، وبالتالي هي بتقع في الفئة دي مقسمة إلى 3 سلاسل. ال3 سلاسل اللي قدامنا هم 4 طبعا، ولكن احنا بنتكلم عن 3 بس. ال3 سلاسل دولت اللي هم 3D اللي بتبدأ بعنصر السكنديوم وتنتهي بعنصر الخرسين. هذه السلسلة بيتتابع فيها ملء المستوى الفرعي 3D، عددهم 10 عناصر، 10 عناصر. هذه العناصر بتبدأ بعنصر زي ما قلنا السكنديوم وتنتهي بعنصر الخرسين عدد ذري 30. أما السلسلة اللي تحتيها على طول، الصف اللي تحتيها اللي هي في الدورة الخامسة، هذه السلسلة بتتابع فيها ملء المستوى الفرعي 4D وتبدأ بعنصر اسمه اليوتيريوم 39 وتنتهي بعنصر الكادميوم 48. السلسلة الانتقالية الثالثة اللي هي بيتتابع فيها ملء المستوى الفرعي 5D ودي برضو عددهم 10 عناصر، هذه السلسلة بتبدأ بعنصر اسمه اللانثانيوم LA57 وتنتهي بعنصر الزئبق عدد ذري 80. هذه السلاسل
التلات سلاسل دول يا جماعه مهم نعرف اول واخر واحد في هذه العناصر سميت بالعناصر الانتقاليه الرئيسيه، مقسمه الى هم 10 صفوف راسيه او 10 اعمده راسيه، لان المثال الفرعي دي بيتسع ل 10 الكترونات. هذه الاعمده طبعا انت عارف كل عمود بيمثل مجموعه، لكن لو جينا نشوف هم 8 مجموعات فقط. هذه المجموعات ارقامها بتاخد الحرف بي، فبيبدا مثلا المجموعه اللي هي الثالثه اللي هي على راسها عنصر السكنديوم اللي هو عدد ذري 21، بعديها المجموعه الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، بعد كده بنلاقي في ثلاث اعمده بياخدوا المجموعه او رقم المجموعه الثامنه اللي هي بتضم اعمده الحديد وما اسفله والكوبالت وما اسفله والنيكل وما اسفله. الثلاث اعمده دول حديد كوبالت نيكل دولت بياخدوا رقم اسمها المجموعة التامة. طب ليه حاطين التلات أعمدة تحت صف واحد أو تحت مجموعة واحدة؟ قال لك لأن المجموعات في الجدول الدوري لما رتبت المجموعات أو العناصر في المجموعات كان بيراعى إن كل مجموعة لازم يكونوا متشابهين في الخواص، عناصر كل مجموعة متشابهة في الخواص. فلما جم يرتبوا عناصر الفئة دي لقوا إن الحديد والكوبالت والنيكل التلات أعمدة دولت متشابهين في الخواص، فحطوهم تحت مجموعة واحدة سموهم المجموعة التامنة من غير الحرف بي كمان عشان تبقى مجموعة مميزة. يبقى إذا هما في ثلاث أعمدة اللي هي بتاعت الحديد والكوبالت والنيكل بتمثل مجموعة واحدة اللي اسمها المجموعة التامنة، وذلك لتشابهها في الخواص. تحت الجدول بقى أو أسفل الجدول في سلسلتين بيمثلوا الفئة F. الفئة F موجودة أسفل الجدول، ودي سلسلتين، سلسلة اسمها اللانثانيدات بيتتابع فيها ملء المستوى الفرعي 4F، وهذه السلسلة سميت ليه باللانثانيدات؟ لأنها التالية عنصر اللانثانيوم. اللانثانيوم 57، أول عنصر في سلسلة اللانثانيدات السيريوم 58. هذه العناصر أيضا سميت بعناصر أو العناصر الأرضية النادرة. وهذه التسمية إن كان فيها شيء من الخطأ إلا إنها سميت بهذا الاسم نظرا لتشابه الخواص بتاعة هذه السلسلة. هذه العناصر مش نادرة الوجود ولا حاجة، لا، ده موجودة في القشرة الأرضية بكثرة، ولكن توجد على هيئة مركبات متحدة مع بعضها البعض، ومركباتها كلها معظمها أكاسيد. ويصعب جت كلمة نادرة منين؟ لأنه يصعب فصلها عن بعضها بالطرق الكيميائية العادية أو المعتادة، عشان كده سموهم عناصر أرضية نادرة. السلسلة اللي تحتها على طول اسمها سلسلة الأكتينيدات، لأنها بتدي عنصر الأكتينيوم. الأكتينيوم هو يا جماعة 89، عدد ذري 89. الثوريوم أول واحد في الأكتينيدات عدد ذري 90. هذه العناصر كلها جميعها عناصر مشعة. اللي موجود منهم في القشرة الأرضية الثوريوم والبروتو أكتينيوم واليورانيوم. باقي العناصر، باقي ال 14 عنصر دول عناصر مخلقة، يعني بيتم تخليقها داخل المفاعلات النووية. دي اسمها عناصر الفئة F. يبقى الجدول الدوري عندي كام فئة؟ 4 فئات. لازم نبقى عارفين وصف الجدول من حيث الفئات بتاعته، اللي هي الفئة S، الفئة B، الفئة D، الفئة F، لانثانيدات وأكتينيدات. هذه العناصر طبعا من تبع الجدول، يعني تابعة للجدول لكنها هي أسفل الجدول. ده بالنسبة لوصف الجدول الدوري من حيث فئات الجدول. نخش بقى على يعني في عندنا جدول كده بيوضح لي اللي هي التوزيع الالكتروني لعناصر او الجدول الدوري اللي هي حسب الاعداد الذريه بتاعتها لغايه عنصر الخرسين 30. ده بالنسبه لوصف الجدول الدوري. تعالوا بقى
يعني نعرض شوية خواص من خواص العناصر في الجدول الدوري. أول خاصية بنتكلم عنها خاصية نص قطر الذرة. نص قطر الذرة يعني تعريف اصطلاحي كده بنقول هو نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين في جزيء ثنائي الذرة. ولكن واحد يقول لي ما هو نص القطر هيبقى المسافة بين النواة وبين أبعد الإلكترونات عنها. هنقول له لا، هو ما ينفعش نقيس المسافة بين النواة وبين الإلكترونات. ليه بقى؟ لأن الإلكترون مكانه غير معلوم على وجه الدقة. هو موجود فين؟ موجود في جميع الاتجاهات والأبعاد حول النواة، لكن مكانه مش معروف. وبالتالي أنا ما أقدرش أقيس المسافة بين مين ومين، بين الإلكترون والنواة. لكن ممكن لو جبت جزيء ثنائي الذرة متماثل، يعني زي جزيء الكلور، جزيء الهيدروجين H2، جزيء الأكسجين O2، يعني جزيء بيتكون من ذرتين متماثلتين زي بعض الاثنين، أقدر أقيس المسافة بين النواة الذرة الأولى ونواة الذرة الثانية. ومن خلال المسافة اللي هو بيمثل القطر، قطر الـ أو حاجة اسمها طول الرابطة التساومية، طول الرابطة بين ذرتين اللي هو القطر الكامل، اللي هو المسافة بين نواة ذرة وذرة أخرى متماثلة معاها أو ليها نفس نص القطر. وبالتالي أنا لو جيت قسمت طول الرابطة على 2 اللي هو طول الرابطة كلها، زي مثلا المثال اللي موجود عندي تدريب في كتاب الوزارة، جايب لي طول الرابطة بين الكلور والكلور ب1.98 انجستروم. ايه الانجستروم ده؟ ده وحدة قياس نص القطر، وحدة قياس صغيرة جدا. الانجستروم بيساوي 10^10 متر، وبالتالي ممكن استخدمها في قياس نص قطر ذرة. وطول الرابطة بين الكربون والكلور، بين الكربون والكلور 1.76 انجستروم، بيقول لي احسب نص ذرة الكربون. عندي طول الرابطة بين ذرتين متماثلتين، ممكن اجيب نص قطر واحدة منهم ازاي؟ اقسم طول الرابطة على 2، يطلع لي نص قطر الذرة الواحدة. بعد كده نص طول الرابطة بين الكربون والكلور اللي هو نص قطر ذرة الكربون زائد نص قطر ذرة الكلور. انا عرفت نص قطر ذرة الكلور اللي هو طلع ب99% انجستروم. اقدر احسب نص قطر ذرة الكربون، ان انا اطرح نص قطر او طول الرابطة بين الكربون والكلور ناقص نص قطر ذرة الكلور، يطلع لي نص قطر ذرة مين؟ الكربون. وبالتالي انا ممكن احسب طبعا دي مسألة بتيجي تسأل فيها طبعا اللي هي حساب نص القطر. طب بالنسبة للمركبات الايونية، ده بالنسبة للمركبات التساومية. طب والمركبات الايونية بقى؟ بالنسبة لبلورة مثلا زي بلورة كلوريد الصوديوم، شكل طبعا اي مركب ايوني يا جماعه له حاجه اسمها شبكه بلوريه او شكل بلوري. بنقيس المسافه بين مركزي نواتين في وحده الصيغه اللي هي بالنسبه لكلوريد الصوديوم NaCl من البلوره. البلوره دي اللي هو الشكل البلوري بتاع كلوريد الصوديوم. المسافه بين مركزي نواتين في وحده الصيغه دي بتمثل مجموع نص قطر الايون الموجب والايون السالب، وبكده اقدر احسب نص قطر الايون الموجب والايون السالب لو اداني طول الرابطة اللي هي المسافة الكاملة بين نواتي الذرتين اللي هي زي الكلور وزي مين؟ الصوديوم. بالنسبة بقى طبعا في جدول قدامي اهو بيوضح اللي هي نص قطر ذرة الصوديوم وأيونه اللي هو الأيون الموجب، نص قطر ذرة الحديد والأيون الثنائي والثلاثي بالنسبة للحديد، ونص قطر ذرة الكلور والأيون السالب للكلور. فبنتضح من الجدول أنه دايما نص قطر الأيون الموجب أقل من نص قطر ذرته. يعني نص قطر أيون الصوديوم الموجب 95%،
بينما انجستروم، بينما طول نص قطر الذره نفسها 1.57، يبقى اقل. الايون الموجب اقل من نص قطر الذره. ليه بقى؟ لان الايون الموجب بينشا عن فقد الكترونات، فتزداد الشحنه الموجبه للنواه وتزداد قوه جذب النواه للالكترونات فيقل نص القطر، وكلما زادت الشحنه الموجبه بيقل نص القطر، زي حديد موجب 2 وحديد موجب 3، والعكس مع الايون السالب. ايون الكلور السالب 1.81، بينما نص قطر الذره 99% بس. اذا نص قطر الايون السالب اكبر، لانه بينشا عن اكتساب الكترونات، بينشا عن اكتساب الكترونات. فلما تزيد عدد الالكترونات بيزداد نص القطر، لان قوه التنافر بين الالكترونات بتزيد، فتتباعد الالكترونات عن النواه ويزداد نص القطر. يبقى اذا يا جماعه في علاقه بين نص قطر الذره وايونها، اذا كان ايون موجب او ايون سالب. وان شاء الله في المره القادمه هنكمل وناخد تدرج نص القطر في الجدول الدوري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.